انطلاق المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان وقضايا الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي تشغل أبرز مواضيع هذا العام. في أحدث تصريح له وزير الصحة يؤكد أن إجراءات تنظيم القطاع متواصلة وأن المرحلة المقبلة ستركز على التأكد من جودة الأدوية. لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصيد والاقتصاد البحري في مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2020. مصدر رسمي ينفي شائعة اختطاف موريتاني شرق البلاد ويؤكد أن العملية التي جرى الحديث عنها تمت على الأراضي المالية وضد مواطن نزواتي. انطلاق أعمال ملتقى في نواكشوط حول إعداد توجيهات استصلاح الشاطئ الموريتاني في ظل ما يعانيه من تدهور بيئي وتغير للخط الساحلي. بعد تأدية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة نواكشوط الغربية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تبدأ في مباشرة تنفيذ مهامها.